حبايبنا في الوطن العربي من جديد، أهلا وسهلا بكم، والله يحييكم وتحياتي لكم جميعا. طبعا اليوم يا حبايبنا هنتكلم عن موضوع رائع وجميل وبيهم كل الناس في الدول العربية، وهو مشكلة الجلطات. فطبعا أنا اليوم جات لي رسالة، حقيقي رسالة حزينة ومبكية، من أختنا جيفارا. فجيفارا من الجنوب وخصوصا من نجران، فبعتت لي رسالة على الجوال وبتقول لي: مساء الخير يا دكتور جمال، الله يحييك، وانا طبعا سعيده بالبرنامج بتاعك وببعت لك الرساله بتاعتي، ويا ريت انك انت تقراها وتجاوبنا بحلقه اليوم عن مشكله جلطه المخ. فنقرا الرساله بتاعت جيفارا بتقول ايه، ونبدا نستعرض معاكم طرق العلاج السريع لكل مشاكل وعلاج جلطه المخ او جلطه القلب او جلطه القدم أو جلطة العيون. يعني اليوم حلقة دسمة لجميع مشاكل الجلطات عند أي سيدة وعند أخ شايفني في جميع الوطن العربي. إذا أنت أخي الكريم عندك حالة وتعبانة مثلا بالنسبة جلطة المخ، فتابع معايا البرنامج الحين، وأقول لك اللي يسعدك واللي ينور طريقك وينور قلبك إزاي نعالج جلطة المخ لو أنت عندك حالة أصابت بيها. نقرأ الرسالة بتاعت جيفارا. جيفارا من الجنوب من نجران، بتقول: مساء الخير يا دكتور جمال، بقول لك مساء النور يا جيفارا، وأهلا وسهلا بيكي والله يحييكي. بتقول لي: يا دكتور، أنا الوالدة أصابت عندي طبعا بالجلطة، والوالدة عمرها 45 سنة وأنا البنت الوحيدة لها، فأول ما أصابت بالجلطة على طول بدأت إن أنا أسعفها وطلبت سيارة طوارئ ووديتها المستشفى، لكن لما وديتها المستشفى طبعا ادوها محاليل وخلوها على السرير، وصارت طبعا في رعاية تامة في المستشفى. وبعد حوالي يا دكتور أسبوعين بالظبط الوالدة توفت. فأنا بطلب منك في خلال البرنامج انك انت تشرح لنا ازاي نعالج الجلطة الدماغية، وخصوصا ازاي طرق الاسعافات اللي احنا ممكن نعملها علشان نستفاد من البرنامج ونستفاد من الاعراض اللي بتيجي، ممكن تيجي عند اي اسرة او تيجي لنا في البيت مرة تانية. فياريت انك انت تساعدنا يا دكتور جمال على ازاي نعالج جلطة المخ. هذه الرسالة اللي جات لنا من اختي العزيزه جيفارا. طبعا بنقول لك طبعا يعني اي انسان شايفني في الوطن العربي بنقول له: يا اخي الكريم، اختي الكريمه، طبعا مشكله المخ ده مشكله المشاكل، لان اذا عرفنا السبب بطر العجب. فسبب ومشاكل انسداد شرايين اذا كان في المخ او اذا كان في القلب او اذا كان في العيون او اذا كان في القدم، بيكون السبب الأساسي هو الدهون الثلاثية اللي موجودة في الدم. ده هو الأساس. ليه؟ علشان الدم في عندنا الدم بيحب يكون سلس، ما يكونش عنده مثلا دهون أو في شيء بيمنعه من سريان الدم. فوجود الدهون الثلاثية في الدم بيعمل عندنا طبعا بطء في الحركة، وكمان لو الدم في تعثر او الدم بيكون تقيل او لزج برضه بيكون في بطء في ضخ الدم، اذا كان للمخ او اذا كان للقلب او اذا كان لشرايين القدم او اذا كان لشريان العيون. حبيبنا هنستعرض معاكم اليوم حلقه مميزه، حلقه جميله عن كل مشاكل الجلطات لاي انسان او اي انسانه بتصاب بيها. اذا انت يا اختي الكريمه عندك مثلا مشاكل في القلب، خليكي معايا على البرنامج، هتشوفي برنامج رائع وجميل لكل مشاكل الجلطات. اولا طبعا لما بيكون واحد عنده جلطة بيبدأ الاعراض اللي هو بيصاب بيها، طبعا بتبقى مشكلة المشاكل، بيبقى الواحد المخ طبعا في حالة راحة تامة، المخ مش شغال بكفاءة عالية، فيبدأ الانسان مش واعي باللي هو بيعمله، او في تعلسم في الكلام، او الايد مش قادر ترفعها، القدم مش قادر تحركها، الجسم بيبقى في حالة شلل تام،
يعني بيبقى الانسان بيبقى مش في وعيه نهائيا، ومش مفيش ادراك على التصرفات اللي هو بيعملها. كمان بتبقى الرؤية في العيون، في غمامة عنده في العيون، يبقى مش شايف، الرؤية غير واضحة بسبب الجلطة. كمان اذا انت جيت تمشي او الواحدة جت تمشي، الحركة ضعيفة، الحركة صعبة، الرجل مش قادر ان هو يحركها، مش قادر يقف على رجليه، الانسان سايب من طوله. فطبعا دي مشكلة كبيرة. كمان بيصاب الانسان بالصداع اللي موجود دايما في المخ، لان عشان المخ ما فيش عنده نشاط، المخ مش شغال بكفاءة عالية. طيب ده الجلطة وصلت، اللي حصل حصل، طب بنعمل ايه بقى؟ ايه الطرق الفعالة او الحلول اللي احنا نقدر ان نستعملها لمشكلة وعلاج الجلطة؟ فهنقول لكم اول شيء يا حبايبنا، ففي عندنا اشياء حلوة وجميلة اللي تساعد معانا على علاج الانسداد اللي موجود والشرايين اللي موجودة في الجسم عندنا، اذا كان المخ او اذا كان القلب او اذا كان القدم او اذا كان العيون. ففي عندنا يا حبايبنا اول شيء بنعمله طبعا، وهو شرب حليب النوك. شرب حليب النوك ده رائع وجميل، اللي بيساعد معانا على علاج وانسداد الشرايين المغلقة او المقفولة في الجسم عندنا كامل كله. هذه واحدة. كمان هنجيب التفاح نبدأ نغليه ونشرب الشراب بتاعه، اللي بيساعد معانا على علاج انسداد الشرايين اللي موجودة في القلب. كمان في عندنا القرنفل، لو جبنا القرنفل ونغليه ونصفيه ونشربه 3 مرات في اليوم. كمان عندنا شرب الجزر، شرب الجزر مفيد جدا للدم، بيعمل سيولة. كمان التوم، لو احنا اكلنا التوم 3 مرات يوميا او نغليه ونبدأ ان احنا نعمله كعصير ونشربه 3 مرات في اليوم، ده كله بيساعد معانا على مشكلة الجلطة بتاعة الدماغ. وكمان في عندنا الشاي الاخضر، شرب الشاي الاخضر مفيد ورائع. كمان في عندنا زيت بذر الكتان، زيت بذر الكتان رائع لتنشيط المخ واي انسان مصاب بالجلطة. كمان في عندنا زيت السمك، زيت حبات زيت السمك مفيدة وبتقوي عندنا المخ من الدرجة الاولى. كمان في عندنا شرب العسل، شرب العسل ده رائع وجميل جدا. كمان في عندنا القرفة، شرب القرفة بتقوي عندنا المخ من الدرجة الاولى. هنقول لكم بقى على وصفة حلوة وجميلة لمشكلة ضمور المخ. طبعا في عندنا الصفصاف، شرب الصفصاف بيساعد معانا على مشكلة ازالة الجلطة من الدرجة الاولى. كمان في عندنا حشيشة الملائكة، حشيشة الملائكة بتمنع ضمور المخ من الدرجة الاولى، عشان عندنا المخ مصاب بالجلطة، فعايزين ننشط المخ عندنا، يبقى حشيشة الملائكة تبدأ تنشط المخ عندنا. كمان عندنا شيء حلو وجميل، الجنكة. الجنكة حلوة يا حبيبنا لانسداد الشرايين اللي موجودة عندنا في المخ. الجنكة، الجنكة رائعة، كمان بتسلك الشرايين اللي موجودة في القلب. ونرجع ان شاء الله بعد ما نخلص مشكلة المخ نبدأ نخش على مشاكل القلب. كمان في عندنا يا حبايبنا شرب الحلبة، شرب الحلبة مفيدة جدا وبتنبه المخ من الدرجة الاولى، وده رائع وجميل. كمان في عندنا الزعتر، الزعتر شرب الزعتر بيساعد معانا على تنشيط المخ من الدرجة الاولى، وده رائع وجميل. كمان عندنا الصفصاف، حشيشة الملائكة، حشيشة الصباغين، ده خلطة نجيبها نعملها بمعلقة من كل نوع من الاعشاب ونبدأ ان احنا نحليها بالعسل 3 مرات في اليوم. يبقى اي انسان عنده جلطة، وكمان الجلطة مشكلة المشاكل ليه؟ لان الجلطة بيبقى الواحد مش قادر يحرك ايده، مش قادر يرفعها، فطبعا عايزين الايد تشتغل والرجل كمان تشتغل. فنبدأ نجيب خلطة من الزيوت الطبيعية، عندنا منها زيت بذر الكتان، عندنا زيت عندنا زيت جوز الهند كمان رائع،
عندنا كمان زيت الزيتون. يبقى ثلاث اشياء من الزيوت ان احنا نستعملها لتدليك الايد والقدم كامل كله لاي انسان مصاب بالجلطه وراكد في الفراش. وطبعا دي مشكله المشاكل. فتبدا يا اخي الكريم تدلك بالزيوت كلها كامله على ايد كامل كله وكمان القدم والجسم كامل كله. وطبعا بالجهاز يتم التدليك بالجسم كامل كله وبنحط الزيوت كلها على الراس وبنشغل الجهاز على منطقة الدماغ إذا كان من قدام أو إذا كان من خلف أو إذا كان من أسفل الراس يا أخي الكريم. ليه؟ علشان المخ يرجع يشتغل تماما. فلازم إن احنا نسعف المريض. اللي بينشط المخ من الأعشاب الطبيعية عندنا الجنكة، عندنا بذور الكتان، عندنا الصفصاف، عندنا حشيشة الملائكة وده رائع، عندنا طبعا عدة أشياء من القرنفل، عندنا لبن النوق، عندنا الحلبة، عندنا أشياء كتير يا حبايبنا نقدر نستعملها كشراب. لأن طبعا في بعض الأحيان إن المريض إذا هو في الفراش لا بياكل ولا بيشرب، وممكن بتحط عليه الأجهزة وطبعا بعض المسيلات اللي بتحط في الجهاز علشان تبدا الجلطه تفك معاك. فطبعا احنا بنقول ان طب الاعشاب قاهر جميع الامراض، فلابد من احنا نبدا ننشط المخ ونبدا نساعد في علاج انسداد الشرايين اللي موجوده في الاوعيه الدمويه بتاعه المخ. وده مهم جدا وده لازم ان احنا نهتم بيه. لان وطبعا يعني الانسداد شرايين المخ اللي هو الاوعيه الدمويه لو ما تسددش بتؤدي الى الوفاه. فاحنا لابد ان احنا نعمل كل اللي بوسعنا ازاي ان احنا نتخلص من اثار الجلطه اللي هي عامله انسداد في الشرايين عندنا. وطبعا يعني الجنكه فوق الخيال. الجنكه يا حبايبنا رائعه لعلاج الانسداد الشرايين اللي موجوده في الجسم كامل كله، وده رائع وجميل. كمان في عندنا عشبه حلوه وجميله، عندنا عشب الحندوق. عشب الحندوق ده بنجيبه من عند اي عطار، نبدا ان احنا نجليه، نبدا نصفيه، يبدا المريض يشربه 3 مرات يوميا مع العسل. يبقى عشب الحندوق يا حبايبنا علاج لمشكله انسداد الشرايين اللي موجوده في المخ. ايه الجنكه وعشب الحندوق ما نسيبهمش. لو انت يا اخي عندك حاله في البيت واصابت بالجلطه والتدليك دايما على المخ بالزيوت اللي احنا قلنا عليها، زيت جوز الهند، زيت الزيتون، عندنا زيت بذر الكتان، لابد ان الجسم كله يتدلك، مش الايد بس او الرجلين بس، لا ده الجسم كامل كله بيتدلك وبيتدلك بالجهاز. فبنقول لكل حبايبنا اخي الكريم اذا انت عندك حاله ومصابة بشلل او مصاب بالجلطة تبدأ تتواصل معنا على التليفونات اللي موجودة على الشاشة. حبايبنا بعد الفاصل هنتكلم عن مشكلة جلطة القلب وجلطة العيون. خليكم معايا. حبايبنا من جديد مساكم الله بالخير، مساكم الله بالسعادة. حبايبنا برنامجنا اليوم برنامج مميز، برنامج بيساعد كل إنسان مريض عنده جلطة أو أصاب بالشلل أو مش قادر ترفع إيدك أو مش قادر تحرك رجليك أو عندك مشكلة في جسمك كامل كله. بنقول لحبايبنا في الوطن العربي يا أخي الكريم طب الأعشاب طب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قاهر جميع الأمراض. تابع معانا هنساعدك لو انت عندك اي مشكلة مرضية. اذا انت مصاب بالجلطة، عندك جلطة في القلب، عندك جلطة في القدم، عندك جلطة في العيون ما بتشوفش، نبدأ نقول لك يا اخي الكريم تابع على التليفونات بتاعتنا اللي موجودة على الشاشة، اكتبها احفظها عشان في يوم من الايام نقدر نحن نساعدك. نبدأ يا حبيبنا نرجع للبرنامج بتاعنا عشان الوقت عندنا ضيق، ونتكلم عن مشكلة وعلاج جلطة الساق. يعني انت يا اختي العزيزة عندك جلطة في رجليكي،
عندك أوعية دموية في رجليكي، عندك الدوالي، رجلك مش قادرة تحركيها، مش قادرة انك انت تتصرفي تعملي ايه، ما في الا قدامك الا تقول لي اروح المستشفى واعمل عملية. بقول لك لا يا اختي العزيزة، لا تعملي عملية ولا تذبحي رجلك ولا تدوخي نفسك. انا هقول لك بطريقة حلوة وجميلة وسلسة ازاي نعالج مشكلة جلطة الساق بطب الاعشاب اللي هو قاهر جميع الامراض. ولو انت عندك اي مشكلة اخرى تبدأ تتواصلي معايا على التليفونات اللي موجودة قدامك على الشاشة. طبعا يا حبايبنا، اي واحدة اصابت بجلطة القدم بيبقى عندها الام في رجليها، عندها حرارة في رجليها، عندها سخونية في القدم عندها وتبقى تعبانة، عندها ارتفاع في درجة حرارة الجسم، الرجل عندها متنفخة، الرجل عندها ورمة، الرجل عندها تعبانة مش قادرة تدوس، مش قادرة تدوس على رجليها. فيا حبايبنا، فأنا دلوقتي هبدأ أقول لك واستعرض معاكي إزاي إن إحنا نعالج مشكلة جلطة القدم اللي هي بتبقى عاملنا مشاكل واحمرار في الجلد وعندها ألم وعندها وجع، مش قادرة تنام بالليل وتبقى طبيعية، الرجل عندها منتفخة، الرجل تعبانة سخنة زي الفرن، كأن بالظبط يعني اقول ايه، بس اقول يا حبيبي دي مشكله المشاكل، وهو الحل بسيط جدا، الحل ما في اسهل منه يا حبايبنا. هو طبعا الانسداد بتاع الشرايين بيبقى برضو موجود، يبقى في اول حاجه بنقولها وبننصح بيها هو الساحر عندنا لعلاج مشكله الانسداد بتاع الشرايين اللي في الجسم هو الجنكه. الجنكه دي ما نسيبهاش يا حبايبنا، الجنكة هو سلاحك الوحيد لعلاج أي انسداد في شرايين القلب، شرايين القدم، شرايين العيون، الجنكة ما حد يسيبها أبدا، وشرب الزنجبيل. نبدأ نقول طبعا لما بيكون يا حبايبنا الواحد أصاب بالشرايين وخصوصا شرايين القدم، فدي طبعا دي بتبقى مشكلة المشاكل. ليه؟ علشان ان احنا ازاي نعالج المشكلة بتاعة القدم اللي عندنا والقلق اللي احنا تعبانين منه، الصداع، السخونية، دي حاجات عوارض كلها بتضايق اي انسان. يعني حتى تيجي تنام مش عارف تنام، تعبان. فنقول لكم هنعمل ايه؟ اول حاجة اقول لكم على وصفة حلوة وجميلة نبدأ ان احنا نعملها، وبنعملها ككمادة على منطقة الشرايين لو اللي موجودة بتبقى في القدم عندنا اللي بتبقى في سمانة الرجل. اذا انت عندك اوعية دموية مسدودة يا اختي العزيزة، فعندنا البابونج، عندنا البابونج مع الزنجبيل مع المرمرية، يبقى ثلاث اشياء تعالج عندنا انسداد شرايين الدوالي او انسداد شرايين القدم اللي موجودة عندنا. يبقى الزنجبيل والمرمرية والبابونج بنجيبهم ان احنا نغليهم غلي مع نص كوباية مية، ونبدأ يبقى زي الكريم، يبقى زي اللبخة، ونبدأ ندهن بيه على منطقة الساق كامل كله لو في عندنا عروق كلها مسدودة او انسداد في الشرايين بتاعة القدم كامل كله. وطبعا بندهنها ونضيف معاها عسل علشان تلزق معانا على الشرايين الموجودة اللي عاملة لنا انسداد وعاملة لنا مشاكل وعاملة لنا سخونية وعاملة لنا ألم. ونبدأ نلف بشاش خفيف القدم كامل كله إذا كان الشرايين كلها مسدودة، بس شيء بسيط، شيء حلو، شيء جميل وموجود عندنا في البيت. نبدأ نعمل الوصفة دي مع إيه؟ مع شرب عشبة الشيح، علشان شرب عشبة الشيح بتساعد معانا على علاج انسداد الشرايين بتاعة القدم، وده حلو جميل. عندنا كمان عندنا الجنكة، الجنكة كمان نغليها ونشربها ثلاث مرات في اليوم. عندنا كمان الخل، الخل ناخد نص معلقة مع نص كوباية مية اشرب عشان يعمل سيولة للدم عندنا، الخل، خل التفاح رائع وجميل. كمان عندنا عشبة الهندباء، عشبة الهندباء بتساعد معانا على سيولة وسريان الدم من الدرجة الأولى. يا أختي العزيزة اللي عندك انسداد في شرايين القدم أو عندك دوالي في القدم
وطبعا رحت المستشفى قالوا لي بنعمل لك عمليه اوعيه دمويه. لا يا اختي لا تعملي عمليه ولا تدوخي نفسك، احنا عندنا طب الاعشاب هو اللي بينهي، هو القاهر لجميع الامراض، لكن انت تعرفي هتعملي ازاي ما تعرفيش. فدينا بنقول وبنشرح علشان ناخد الثواب وناخد الدعاء لكل انسان شايفني في الوطن العربي وتعبان، بقول لك يا اخي الكريم طب الاعشاب قاهر جميع الامراض، طب رسولنا الكريم اللي كان بيعالج بيه الصحابه واهل البيت. حبايبنا بعد الفاصل هنبدا نتكلم عن مشكله علاج جلطه بالنسبه للقدم وبالنسبه للعيون، خليكم معانا. كمان بتستعمل المستكه للعنايه للدرجه الاولى لكل سيده شايفاني في الوطن العربي كدش مهبلي، وده رائع وجميل. كمان بتحسن على عمليه انقباض الرحم لكل سيده في الوطن العربي، المستكه رائعه وجميله. كمان بتساعد معانا على ازاله الدهون الزايده، يعني واحده بيبقى عندها البطن كبير، البطن عندها متشبعه بالدهون، وتبقى تقول لك الكرش عندي كبير يا دكتور اعمل ايه؟ اقول لك تعالي، هقول لك نعمل ايه؟ هنجيب المستكه نغليها وتبقى بشكل كريم، ابداي دلكي بيها على منطقه البطن كامل كله. لو عملت الموضوع ده مره كل يوم هتبداي البطن عندك في حاله انكماش، تساعد على ازاله الدهون المتراكمه من الدرجه الاولى على البطن كامل كله يا اختي العزيزه. كمان بتساعد على الفطريات، الفطريات اللي بتبقى موجوده اذا كان في الاصابع بتاعه القدم، هذه المستكه بس بتكون بودره، وطبعا حطيها في المسامات بتاعه الاصابع بتاعه القدم، وبتبداي تلبسي شراب عليها وتسيبيها، تبدا تقتل الفطريات والروائح اللي موجوده في صوابع القدم يا اختي العزيزه. يبقى فوائد المستكه لا تعد ولا تحصى، بتبدا ان هي تخسسنا، بتعمل عمليه تخسيس للبطن، بتساعد معاكي على مشكله الالتهاب او النزيف اللي موجود في الفم، بتعمل لمنطقه الرحم من الدرجه الاولى، وتمنع كمان الروائح الكريهه اللي موجوده عندك، وكمان حلوه وجميله للنضاره بتاعه الوجه، لان اي انسان طبعا يحب الوش بتاعه يكون حلو وجميل. فانا انصح يا اخي الكريم اذا انت عندك تجاعيد، عندك كرمشه، اختي العزيزه شايفه ما فيش نضاره عندك في الوجه، انصحك بعشب المستكه كدهان يوميا ثلاث مرات اربع مرات خمس مرات يوميا، ما عندك اي مشكلة خالص. نرجع طبعا يا حبيبنا بنقول لكل انسان مريض، اخي العزيز اختي العزيزة، انت مصاب باي مشكلة مرضية، اذا كان عندك جلطة، اذا عندك يا اختي الكريمة مشاكل في القلب، عندك نهجان، عندك دهون ثلاثية موجودة وكرروا لكي ان في عندك انسداد في شرايين القلب وهنعمل لك قسطرة بنقول ونفتح قلبك، لا يا اختي الكريمة ما تفتحي قلبك، تلفوناتنا موجودة على الشاشة، ابدأي تواصلي معنا واحنا نبدأ نساعد معاكي ونساعد اي انسان مريض عنده اي مشكلة مرضية. اذا انت مصاب بالشلل، مصاب بالجلطة، عندك يا اخي الكريم فشل كلوي، قالوا لك في المستشفى لازم تغسل، عندك ضعف في الكلى، مفيش تبول عندك وفي انسداد عندك في مسامات الكلى والميه مسدوده عندك في الجسم كامل كله، ابدا تواصل معانا يا اخي الكريم على التليفونات اللي موجوده على الشاشه. اخي الكريم اختي الكريمه هنتكلم بسرعه كده عن مشكله بسيطه وسريعه طبعا في الحلقه القادمه عن مشاكل وعلاج. واحدة طبعا بعتت لي الرسالة وقالت لي يا دكتور جمال الوالدة عندها خشونة في القدم وقرروا عندنا ان احنا نعمل عملية، فياريت انك انت تكلمنا عن علاج خشونة القدم يا دكتور جمال وعلاج خشونة الرقبة. الله يوفقك الله يسعدك. حبايبي في الوطن العربي انتهى معايا البرنامج، بدعي لكل انسان مريض بالشفاء ان ربنا يشفيه ويقوم لأهله وحبايبه لأولاده. حبايبنا أقول لكم ما تشوفوا شر، تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعكم والله بكل خير وبكل سعادة.